خدمة السحب والإيداع من محفظة يوولت أصبحت أسهل وأقرب لك وبخطوات بسيطة مع أجهزة الخدمة الذاتية المتواجدة في متاجر أمنية. لسحب النقود انقر على الشاشة الرئيسية لإظهار الخدمات، اختار يوولت واضغط على سحب نقدي، أدخل رقم الموبايل المرتبط بالمحفظة ثم الرقم السري والمبلغ المراد سحبه. بعدها قم بإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك واختر نعم إذا كنت تريد الحصول على الإشفار، وانتظر رسالة تأكيد العملية. أما لإيداع النقود انقر على الشاشة الرئيسية لإظهار الخدمات، اختار يوولت، اضغط على إيداع نقدي، قم باختيار جهة الإيداع سواء في محفظتك أو محفظة أخرى، أدخل رقم الموبايل المرتبط بالمحفظة، بعدها قم بإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك، اضغط على نعم بعد تأكدك من صحة الرقم، وانتظر رسالة تأكيد العملية. عند الإيداع في محفظة أخرى أدخل رقمك الوطني إذا كنت من الأردنيين أو رقم الجواز مع الاسم الرباعي لغير الأردنيين، واتبع نفس التعليمات التي تم ذكرها.